فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإيانا لم يحدد الحكم في هذه الترجمة، ما قال باب فضل الفقر ولا باب فضل الغنى، وإنما قال باب الفقر، وهذا من فقهه رحمه الله، لأن الفقر وحده ليس عملا، الفقر قسمة من الله جل وعلا، فالله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه، ومن أعطاه الله الدين فقد أحبه، نسأل الله أن يعطينا دينه وفضله. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى منها فاجرا شربة ماء، ولكن الله عز وجل له الحكمة في قسمته، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لكن في هذه الترجمة تلميح وإشارة إلى أن الفقر إذا رضي به الإنسان زهدا في الدنيا وانشغالا بما خلق له وقناعة باليسير من الرزق فهو أخف للحساب وأسلم للقلب من الضياع في شعب الدنيا وأحرى بالتواضع وأبعد عن موجبات الكسل والتشاغل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخاذ الضيعة لأنها تقسي القلوب، الاشتغال بأمور الدنيا مثل المزرعة مثل الاستراحة مثل بهيمة الأنعام، إذا كان الإنسان مغنيها الله عنها فلا يتشاغل بها لأنها تشغله عن الجماعة ثم عن الجمعة ثم تقسي قلبه وتبعده عن مجالس العلم ومظن الخير. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، الغني الصابر الفقير الصابر أم الغني الشاكر، يعني من أهل الإيمان. والمحقق عند أهل العلم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الفقير الصابر ما عنده أصلا غير الصبر، ما عنده اختيار آخر، لكن الغني عنده اختيارات كثيرة، فإذا استعمل غناه في طاعة الله وحذر أن يكون سلما إلى معصية الله ولم يلهه عما خلقه الله وشكر الله عز وجل على نعمه واستعمله في طاعته كان هذا أفضل، لأنه أعون على الطاعة. وفي الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها يعني العلم، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. لما قال فقراء الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله ذهب أهل الدثور الأموال بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما استنكر عليه، لأنهم جمعوا بين الغنى والمنافسة في الطاعة. المحقق عند أهل العلم إن الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر، هذا من حيث الجملة. ومن حيث الخصوص فالناس يتفاوتون بحسب ما يقوم في قلوبهم من العلم والإيمان والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، فكل ما كان الإنسان أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة وأكثر اشتغالا فيما ترتفع به درجاته
ويعلم به مقامه عند الله جل وعلا فهو الأفضل، سواء كان غنيا أو فقيرا. وقد اختار صلى الله عليه وسلم التقلل من الدنيا، فإنه صلى الله عليه وسلم عرض عليه الغنى وأن يقلب له الصفا ذهبا، فقال: لا يا ربي، أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت صبرت وإذا شبعت شكرت. فالفقر أخف للحساب وأمنع عن مغريات النفس، أمنع عن مغريات النفس، وأسلم من تعلق الناس بالإنسان في أمور أو حقوق قد لا يقوم بها، وأسرع في دخول الجنة، فإن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وهذا لا يعني أن الأغنياء إذا دخل الجنة لا يكونون في درجات أعلى، يكونون في الدرجات العلى، لكن يتأخر دخولهم بسبب التبعات، لأنه يسأل عن كل شيء. فالفقر أخف للحساب. ولذلك أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب من الأحاديث ما يبين التفاوت بين الناس في هذا، وأن الغنى مع الشكر والقيام بحق المال أفضل من الفقر في الجملة، وأن الفقر أخف في الحساب وأسرع في دخول الجنة. وعليه جملة الصحابة رضي الله عنهم، أو هو وصف جملة الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر، وهو شعار أو مظهر أكثر أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني الفقراء والمساكين والمحاويج. في التنزيل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومن ذكر لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت ولا تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. فوعظ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في ميله للأغنياء، طمع في هدايتهم، وعاتبه على نوع من التشاغل عن الفقراء. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. والمحقق مثل ما سبق أنه العبرة بما في القلوب من الإيمان والتقوى والزهد والقناعة والرضا بالقسمة والزهادة في الدنيا والرغبة في الآخرة والتشاغل بعمل الآخرة والحذر من مشغلات الدنيا. هذا هو المحق، سواء كان الإنسان غنيا أو فقيرا. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ومع ذلك توفي صلى الله عليه وسلم في أوج غناه وظهور الإسلام، ودرعه مرهونة عند يهودي في 9 آصع من شعير قوتا لأهله. وكان يأتي الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث إلى بيوته 9 أبيات: هل عندكم شيء للضيف؟ فيقول: لا، والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ماء. وتقول عائشة: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما في بيتي شيء لكبد الرطبة إلا شيء من شعير. هذا شيء من شعير، والدرع مرهونة في 9 آصع من شعير. فهذا الزهد اختيارا، الزهد في الدنيا اختيارا، ما هو الفقر. والله عز وجل حظ الناس أهل الإيمان على طلب الرزق والكسب والاستعانة بذلك على أمور الدنيا الدين. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم
يعني من التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فذكر الساعين على الكسب مقرونين بالمرضى في العذر وبالمجاهدين في سبيل الله بالفضل. والحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وحظ النبي صلى الله عليه وسلم على تعاطي المهن التي يسترزق بها، ولو أن يأخذ الإنسان حبله ويحتطب من الجبل ويبيع. ولما رأى رجلا جالسا في المسجد وسأله في غير وقت الصلاة قال: إن أخاه يكسب وينفق عليه. قال: أخوك خير منك. وصافح النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ووجد في يده خشونة من العمل، قال: هذه يمين يحبها الله عز وجل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خير مال المرء من عمل يده، وكل بيع مبرور. فدل على أن الإنسان يتعاطى سبب الرزق والكسب ويرضى بما قسم الله جل وعلا، ويتقلل من الدنيا، يتقلل من الدنيا ويزهد فيها، تكون الدنيا في يده لا في قلبه. وإذا ابتلي بالدنيا يحاذر، يستعين بها على طاعة الله ويوفقها في مرضاة الله ويصل بها الرحم ويحسن بها إلى مستحق الإحسان، ويحذر أن تستولي عليه أن يكون كشارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. والصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر كانوا فقراء ومعوزين، وصبروا على هذا حتى كان في سرية من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ما معهم قوت زاد للسفر رحلة إلا جراب فيه تمر، كيس صغير فيه تمر. فكان قائد السرية يقسم بينهم كل يوم على تمرة تمرة، وغاب أحدهم لحاجة، ولما حضروا قد قسم نصيب اليوم طالب بحقه فلم يعطى حتى جاء بشاهدين لم يأخذ تمرة. وكانوا يأكلون ورق الشجر حتى تقرحت أشتاقهم، ثم قيض الله لهم حوتا عظيما وجدوه على شاطئ البحر طاهيا، فأكلوا منه مدة أيام وأخذوا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ومن ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله في قصة مصعب بن عمير، مع أنه كان أول ما أسلم كان من شباب قريش ومن أولاد الأغنياء من المترفين، وأسلم وهاجر إلى الله ورسوله ورضي بيسير العيش وشرف العيش، حتى أن لما توفي لم يوجد ما يكفن به إلا ساحة قطعة مسوجة من صوف، إن غطوا بها وجهه بدت رجلاه، وإن غطوا بها رجليه بدا وجهه بدا رأسه، ما يدري ايش يسوون. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وجهه على التراب، وأن يجعلوا على رجليه شيء من الأذخر من ورق الشجر، فتوفي أناس من الصحابة وهو في ضيق من العيش صبر لله جل وعلا، وأبلغوا في الإسلام بلاء حسن، ووسع الله على المسلمين بالمغازي والغنائم، حتى قال خباب بن رات: أينعت له ثمرته فهو يهدمها، يعني يخاف. قال: إن صار عندنا من المال ما لا نجد له موضعا إلا التراب. كان عمر رضي الله عنه يقول: نخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في الحياة الدنيا. خافوا حذروا من الدنيا لما انبسطت عليهم واتسعت، وتعاملوا معها بحذر خشية
أن تشغلهم وأن تنقصهم عن من مضى من سلفهم من إخوانهم المهاجرين والأنصار الذين مضوا إلى ربهم في قلة من العيش. فدل ذلك على أن الأفضل هو الغنى مع الشكر، وأن من ابتلي بالفقر عليه أن يصبر ولا يترك التسمع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله، أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فالغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر. وإذا رضي المسلم بالفقر زهادة عجزا وتواكلا، زهادة وقناعة باليسير، فله ذلك. وإلا هو مثل ما إن الغنى خطر على الإنسان في دينه، فالفقر خطر. في الحديث: كاد الفقر أن يكون كفرا. فالمقياس في الواقع والتحقيق هو على ما في القلوب. من رزقه الله عز وجل القناعة والزهادة في الدنيا والرضا بيسير العيش والبعد عن المظاهر والأبهة والشهرة الناس، عن اختيار منه يعني القناعة، فهذا قد يكون أفضل من الآخر. والغنى مع الشكر واستعمال الدنيا في طاعة الله، نعم المال الصالح والرجل الصالح أفضل. فالناس يتفاوتون فيها. وفي الحديث الذي يروى قدسيا مرفوعا إلى الله عز وجل أو من يكون عن الله جل وعلا، يقول: أنا طبيب عبادي، من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، ومن عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته أفسدت عليه دينه. فمن حيث المبدأ وأول وهلة فالغنى أفضل. وإذا كان الفقر عن زهادة وقناعة في الدنيا ومحبة للتواضع والتقلل من الدنيا والتخفف من أجل خفة الحساب في الآخرة وسرعة دخول الجنة، هذا قد يكون الغني الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. قد يكون الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. فالناس يتفاوتوا في هذا، والله عز وجل هو الذي يرفع درجات من يشاء. نعم.